السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن ورشة اللحام. ورشة اللحام يهمني فيها إنك تعرف الأول احتياطات الأمن والسلامة اللي بتكون في ورشة اللحام بشكل خاص وجميع الورش بشكل عام. الهدف من تعليمات الأمن والسلامة إنك توفر الحماية لكل الأجزاء اللي بتشوفها من جسمك، كل الأجزاء اللي هي بتكون عرضة للخطر، وتوفر كذلك حماية ضد أي مصدر من مصادر الخطر ممكن ينبعث من الآلات أو الماكينات اللي أنت بتتعامل معاها. فبالنسبه لاحتياطات الامن والسلامه تتلخص في كذا نقطه. اول حاجه انك وضع نظارات علشان تحمي عينك من اي اضرار بقى موجوده من الحامات او اي اجزاء متطايره، وضع سدادات للاذن علشان اي معدات الصوت بتاعها قوي وعالي لازم توفر حمايه لاذنك، لازم تكون لابس سيفتي توفر حمايه لرجلك علشان اي اجزاء حاده على الارض تقدر تتحرك بحريه، لازم تكون لابس البالطو، لازم تكون لابس المنظر بتاع اللحام، لازم التوصيلات الكهربائيه بتاعتك تكون متاكد ان هي تمام والارضي بتاعك متوصل علشان ما يحصلش اي شورت سيركس، لازم الاجهزه اللي هي السنجل فيز تكون متاكد ان هي متوصله على الفيشه بتاعتها، والاجهزه السنجل فيز تكون متاكد ان هي متوصله على الفيشه بتاعتها، لازم تثبت المعدن اللي انت بتشتغل عليه كويس جدا سواء بالنسبه للحامات علشان يكون درجه الحراره بتاعته عاليه جدا بتعدي 1000 و2000 درجه مئويه، فعلشان لو المعدن ده مش محكم ووقع او حد لمسه ده بيسبب اذى كبير جدا، او لو انت شغال على اي معده ميكانيكيه مثلا بتقطع حاجه او كده والمعده مش او الجسم بتاعك مش متثبت كويس فممكن يتطاير ويسبب اذى كبير جدا. لازم يكون موجود مدخله علشان تتخلص من اي انبعاثات او اي غازات بتطلع من التفاعلات الكيميائيه بتاعه الحمام، زي الحال مثلا الدرس السكرين بيطلع منه غازات كتير، فلازم يكون في مدخله حراريه تتخلص من الغازات باستمرار، وفي نفس الوقت يكون في سيستم تهويه عن طريق في هواء فريش وفي هواء اكزوست، ومعدل تغير الهواء بالنسبه للورش يتغير مثلا من 8 مرات ل 10 مرات في الساعه عن طريق بقى التهويه الطبيعيه او تهويه ميكانيكيه. ده بالنسبه للاحتياطات الامن والسلامه. هنخش بعد كده على جنرال فيو كده عن الطرق بتاعت اللحام. طرق اللحام بتنقسم لحاجتين، انا يا اما بلحم جسمين من نفس الماتيريال يا اما بلحم جسمين من ماتيريالز مختلفه. بالنسبه للاجزاء اللي هي الماتيريالز مختلفه فهي لسه محل بحث وتطوير، احنا هنا في الورشه ما عندناش حاجات تخص الجزء ده فمش هنستفيد فيه قوي غير في الجزء النظري اللي موجود في المحاضرات. الجزئيه اللي هي بتاعت المعادن المختلفه دي بنشوفها في ايه؟ في اللحامات اللي هي ضعيفه شويه زي اللحام بتاع القصدير، بيبقى السبب في كده ان المادتين بيكونوا مختلفين عن بعض فبيحصل منهم تفاعلات كيميائيه ممكن بيخرج عنهم ماده ثالثه، فالماده الثالثه دي بيبقى ليها خواص ميكانيكيه مختلفه عن المادتين التانيين، فبيبقى الامر الافتراضي بتاع الحاجه ديت مش طويل زي توصيل الاجزاء المعدن من نفس المعدن، عشان كده هي لسه محل بحث وتطوير والاستخدامات بتاعتها ضعيفه ومحدوده. طيب بالنسبه بقى للنوع المهم احنا عندنا اللي هو توصيل الاجزاء من نفس المعدن، انا عندي فيه نوعين اساسيين، لحام بالانصهار عندي فيه ثلاث حاجات اللي هو لحام القوس الكهربي اللي هو الالكتريك ارك ويندنج، او لحام الغاز زي القوس الاستيرين، ولحام السيرفت. لحام السيرفت خلينا برضه ناخد نظره سريعه عنه كده، هو اللحام اللي بيستخدم في لحام طبان او توصيل طبان القطر، بيحصل على السايد مباشره بتكون حاطط الطبان بتوع القطر وبتحط حواليه القالب وبتحط في القالب ده براده، براده دي بتتكون من ايه؟ من الومنيوم واكاسيد الحديد، بعد كده اللي يبقى التفاعل ما بينهم اكسوسيرفت بيطلع اصلا عنه حراره فبيسيح الجسمين وبيسيح معاهم البراده ديت فبيكون لي جسم كده ثالث بيكون محوط بيهم بيخلي لي ايه خلاص ان القضيبين بتوع القطر بقوا جسم واحد، بقوم اشيل القالب في الاخر واقوم اساوي الشكل بتاعي علشان يديني الشكل المطلوب، والناتج النهائي بتاعي بيطلع براده حديد او بيطلع حديد وكثيف الومنيوم طبعا بيطلع معايا حراره بتمشي مع الوقت. ده سريعا بالنسبه للسلم. بالنسبه للحام بالضبط فانا عندي نوعين، عندي نوع باستخدام الحراره ونوع ثاني بدون حراره، بيعتمد على فكره ان انا بتعامل مع الجسم بتاعي كانه صلصال، كان الجسم بتاعي صلصال يعني قابل للانضغاط، انا لو جبت حتتين صلصال وضغطت عليهم كده اصبحوا حته واحده، بس في فرق ما بين النوعين ان انا نوع بعمل كده على البارد يعني من غير اي مصدر حراره، وبعمل كده على السخن او بمساعده مصدر حراره علشان يزود لي القابليه بتاعت الماده ديت على التشكل. بالنسبه للي هو الطريقه باستخدام الحراره هنشوف الطريقه ديت في الاخر اللي هي خاصه بالسبوت ويلدنج.
تمام؟ وهنرجع للجزئية دي في الآخر. خلينا نشوف اللي هو لحام قوس الكهرباء أو اللي هي الكارب ويلدنج بتوصل درجة الحرارة بتاعته لحد 4000 درجة مئوية. إحنا عندنا رينجز كتير من الأجهزة والمعدات اللي بتستخدم في لحام قوس الكهرباء. في عندي من النوعين أو الأول الفكرة الأساسية بتاعته بتقوم على إن أنا بيكون عندي مصدر كهرباء وعندي طرفين من الكهرباء، والطرفين دول بقربوا من بعض بمسافة معينة بينتج عنهم مقاومة كبيرة نتيجة لوجود الهواء، لأن الهواء مقاومته عالية جدا. نتيجة للمقاومة العالية دي بيبقى في حرارة عالية جدا جدا تكون كفيلة إن هي تسيح لي المواد أو الجسمين اللي أنا هلحمهم مع بعض، فبيقوموا يتلحموا ببعض. وممكن بقى أوصل ما بينهم مباشرة أو عن طريق الكترود. لو أنا أوصل ما بينهم عن طريق الكترود هيتسمى النوع ده ساعتها consumable electrode electric arc welding. انما لو انا هوصل الجسمين مباشره بيبقى بتسمى non consumable electrode electric arc welding. بالنسبه للاجزاء بتاعته فبيكون باور سورس اللي هو خلاص اللي حاجه ده بيكون لي احجام كتير بينقسم ل اي سي ودي سي، وفي حاجات منها بتشتغل على 3 فيز وفي حاجات سنجل فيز تقدر تشيلها وتتحرك بيها في ايدك. في طبعا سلكين لازم السلكين يكونوا اقطابهم تستحمل الباور الكبيره بتاعه ترصد الاحجام. في الكلامس اللي هو بيمسك الشغل بتاعتك او التسجه بتاعتك، والكلام تاني بيمسك الالكترود بتاعك، تمام؟ وفي الالكترود نفسه. خلينا نبص كده على المكونات الحقيقيه. دوت ترانس اللحام، ده ترانس كبير بيستخدم في الورش 3 فيز، وديت الكابلات بتاعت الكهرباء. ده الكلامس اللي هو بيتم تثبيته في التسجه نفسها، لازم يكون محكم جدا علشان ما يحصلش اي شورت سيركت او اللحام ما يقطعش مني. وده الكلام التاني اللي هو بيمسك سلك اللحام. بالنسبه للسلك بتاع اللحام فاللغه اللي هي الثابته بتاعتنا علشان اقدر اجيب السلك بنفس المواصفات من اي مكان في العالم، اللغه ديت كده عندنا كمهندسين اسمها الكود. الكود اللي بيحكمنا بالنسبه للالكتريك ارك ويلدنج حاجه اسمها امريكان ويلدنج سوسايتي الاي دبليو اس. الكود ده قال لي ايه؟ قال لي ان سلك اللحام بيكون ليه رقم بيكون موجود على العلبه وبيكون موجود على السلك اللحام نفسه. الرقم دوت بيكون في رمز الاول مكتوب اي، الاي ده بيرمز للالكترود اللي هو بيكون حواليه كوتنج اللي هو زي اللي احنا شرحناه ده. ده الاي اللي هو مقصود بيه الكونسيومبل الكترود، وبيكون بعديه اربع ارقام او خمس ارقام. لو بعديه اربع ارقام فببص على اول رقمين، لو بعديه خمس ارقام فببص على اول ثلاث ارقام. بالنسبه لاول رقمين او اول ثلاث ارقام فده بيعبر لي عن الالتيميت تنسايل ستريس اللي يقدر يشيله الالكترون بتاع اللحام ده، لان في خطا كبير شائع بيقع في كتير من المصممين ان هم بيعتبروا الجسم بتاعي اللي انا اللي هو المنحوم ده لما بيجوا يدخلوه على الكمبيوتر بيدخلوه على انه كله ماتيريال واحده. انما الماتيريال اصلا بتاعت اللحام بتكون قوتها اقل من الماتيريال اللي انا بلحمها. فبالتالي انا لازم اصمم ان الحمل بتاعي يشيله اللي هو السلك بتاع اللحام بتاعي. فاول رقمين ده بيقول لك ان الالتيميت مثلا لو قال لك 60 يبقى قصده 60000 بي اس اي، بي اس اي اللي هي باوند بير سكوير انش. لو قال لي ثلاث ارقام مثلا يعني 100 يبقى يقصد 100000 بي اس اي اللي هي باوند بير سكوير انش. بعد كده الرقم اللي بعدهم هتلاقي مثلا 1 2 3 وهكذا. ده بيقول لك البوزيشن بتاع اللحام اللي انت بتتعامل معاه. البوزيشن بتاع اللحام، يعني انت لو انت عندك لحام عادي كده ده بتسميه واحد، انما لو انا مثلا بلحم بالمقلوب يبقى انا محتاج خواص ثاني. ليه؟ لان انا عايز الماده بتاعتي تكون بتثبت بسرعه علشان مش اول ما الحم الاقيها وقعت على الارض، فبالتالي عندي خواص ثانيه، يبقى كومبوزيشن كيميائي مختلف، يبقى قوه مختلفه، يبقى سلك اللحام مختلف، فبالتالي لازم بهتم بالعنصر ده في الكود عندي علشان اختار بيه سلك اللحام. اخر رقم دوت بيقول لك الالكتريك رينج اللي انت بتتعامل معاه بالنسبه للسلك بتاع اللحام على حسب الترانس بتاعك. المفروض ان كل ترانس يكون ليه نوعيه معينه من سلك اللحام علشان يكون كومباتبل معاه. ده كده بالنسبه للالكتريك ارك ويلدنج. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن الاوس اس 60 وهنتكلم عن السبوت ويلدنج. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله.